من الحاجات المشهورة جدا برضو في رمضان الخشاف. أنا عارفة الأسعار رمضان ده مختلفة عن كل رمضان، وعارفة إن إحنا مش زي كل سنة بنجيب الحاجات اللي إحنا متعودين نجيبها دايما، بس إن شاء الله يعني ربع ربع ربع، وهناخد منه كميات قليلة، ناكل الخشاف مثلا إن شاء الله 4 5 مرات في الشهر كله، نبدل مرة بعصير دوم عصير كركديه، يعني نقدر ننوع بالحاجات دي بحيث ان الدنيا نقدر يبقى فيها تنويع في نفس الوقت نقتصد شويه في الفلوس. الخشاف هقول مقاديره، عندي بلح ناشف مقسوم نصين، عندي تين مجفف، عندي قراصيا مش مجفف، وعندي زبيب وعود قرفه خشب، وعندي فانيليا وجوز هند شرايح وميه مغليه. هقول مقادير مره كمان ومعاكم هي على الشاشه. بلح ناشف مقسوم نصين، عندي تين مجفف، قراصيا مش مجفف، زبيب، فانيليا، ميه مغليه، وعندي عود قرفه خشب. تمام. طيب اللي انا هعمله هجيب دورق كده بالشكل ده وهنزل فيه البلح. طبعا تقدري تعملي الموضوع ده من غير ولا قراصيا ولا تين ولا اي حاجه من الحاجات دي، عادي جدا، بلح وميه ورشه فانيليا وعود قرفه كده والدنيا تبقى زي الفل. وطبعا دينا لحد مش اللي فات اللي قبليه عملت القراصيا والمشمشيه والحاجات دي كلها عشان نعملها في البيت، برضو تقدروا ترجعوا للحلقه هتساعدكم كتير. تمام. وكانت عامله برضو قمر الدين بالمانجا، برضو حاجه برضو بصراحه اختراع منها، تسلم ايدك يا دينا. حطيت الزبيب وحطيت طبعا كل ده اختياري، الاساسي عندك البلح، لو البلح في شويه ميه زي الفل. حطيت شويه جوز هند اللي هم المبشورين، دول بيدوا طعم حلو قوي. بلاش تحطي جوز الهند اللي هو التاني، لان لا، جوز الهند اللي هو التاني بيدي بيتفل معاكي كده، بيدي بيبقى عايم على الوش، ما بيبقاش لطيف. فلو هتحطي جوز هند هتحطي اللي هو الشرايح ده. تمام. وهحط شويه فانيليا، يا سلام لو فانيليا بقى سائله هتدي طعم فظيع. تمام. عود القرفة. تمام. انا هاجي كده وعود القرفة، هحط عود القرفة كده، وبعدين هحط مية مغلية. المية المغلية بتديني معلش شوية بس تمر وقعوا على البوتاجاز، عملوا لنا جو برضو. نحط مية مغلية. المية المغلية بتنزل السكر اللي في البلح أسرع، أهو عاملاها كده، هي كمان لما يتحط بينفش كل ده، ويعني الكمية دي بتلاقيها لحد هنا. تمام أهو. وهقوم جايبة حاجة مثلا معلقة أو حاجة كده وهقلب، هقلب كله كده مع بعض. وده بقى بتعمليه مثلا من قبليها بيوم وتسيبيه في التلاجة لتاني يوم ساعة الفطار، بيبقى حلو قوي. شايفين الميه السخنه مجرد ما بحطها بتنزل السكر والحاجات اللي في البلح والتين والقراصيا والحاجات دي كلها. تمام. عود القرفه بيدي طعم حلو قوي. المش اهو شايفين كده اهو باين. طبعا البلح من الحاجات التحفه، عشان كده بقول لكم لو ما فيش امكانيه ان انت تجيبي تين وقراصيا والكلام ده كله، هتشتغلي بلح بس، بلح وشويه فانيليا وعود قرفة خشب كده وشوية مية، والدنيا هتبقى زي الفل. تمام. والبلح سعره معقول، وفي منه أسعار يعني أنا شفت حاجات بتبدأ من 10 جنيه ومن 11 جنيه لحد حاجة و30 جنيه وأكتر كان من كده، فيعني فتقدري تجيبي نوع. أنا ما بحطش السكر خالص، في ناس بتحب تحط سكر، أنا ما بفضلش إن أنا أحط سكر عليه، هو السكر بتاعه الطبيعي بينزل وبيبقى حلو جدا.